والآن ينضم إلينا اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي. بداية سيادة اللواء وبعد التحية، ما رؤيتك للتصعيد في المنطقة خلال الساعات المقبلة بعد هجمات إسرائيل على إيران فجر اليوم؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ أمل، وأهلا بالمشاهدين الكرام، واسمحي لي قبل أن أرد على تساؤل حضرتك الهام أن أوضح بعض النقاط الهامة في الضربة التي قام بها إسرائيل أو فجر اليوم ضد أهداف إسرائيلية. وعايز أقول لحضرتك عن تفاصيل هذه الضربة، أن التوقيت بدأ من اعتبارا من ضد أهداف إيرانية تقصد؟ ضد أهداف إيرانية. نعم. تمام يا فندم. أن تفاصيل هذه الضربة كان بداية من التوقيت من الساعة الثانية فجرا ولمدة 4 ساعات اليوم السبت 26/10، وعن القوات المستخدمة وكما ذكر آخرين أنها حوالي 100 طائرة هجومية من طرازات F-15 وF-16، وأيضا الطائرات التي يطلق عليها الشبح من طراز F-35، هذا بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود طراز تانكر التي أمدت بها الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، علاوة على طائرات التجسس الإسرائيلية. أما عن الذخائر المستخدمة فهو نظام صواريخ يطلق عليه الأفق الذهبي من طراز بلوسبار، ودي ذات مدايات متوسطة وبعيدة، وكان تنفيذ أو أسلوب تنفيذ الضربة من خارج المجال الجوي الإيراني لعدم اعتراض المضادات الأرضية أو الدفاعات الأرضية لهذه الطائرات، وتم تنفيذها في 3 موجات. الموجة الأولى كانت تستهدف تحييد منظومات الدفاع الجوي الإيرانية لضمان حرية الحركة للطائرات المستخدمة في الضرب. أما عن الموجة الثانية وكانت تستهدف منطقة سيراج في جنوب إيران، والموجة الثالثة استهدفت أهداف عسكرية أيضا في منطقة أصفهان. أما عن الأهداف التي تم التخطيط لها وتم استهدافها خلال تنفيذ هذه الهجمات فكانت تشمل 3 محافظات في طهران وقشان وعيلان، وبحوالي 20 موقع عسكري. ال20 موقع عسكري ده استهدف مناطق انتاج الصواريخ شرق طهران، خاصة مجمع برشين العسكري وهو المعروف بأهميته الاستراتيجية لإيران، علاوة على استهداف منشآت تصنيع وتطوير الطائرات بدون طيار والتي يطلق عليها المسيرات، أيضا استهداف قواعد إطلاق الصواريخ البالستية، وعلاوة على استهداف محطة الطاقة في مدينة كرج. عايز أقول لحضرتك من شكل الضربة نفسها وتحليل شكل الضربة يتضح لنا ما هو آتي. أولا، بداية تعد هذه الضربة هي الضربة الرسمية الأولى التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف العمق الإيراني. أما عن الأهداف التي استهدفت دي تعتبر أهداف محدودة قياسا بحجم التهديدات والتحذيرات التي كان يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسؤولين في إسرائيل، وما يدلل ذلك هو تصريحات لبيد بعد الهجمة أن عدم مهاجمة إسرائيل لأهداف استراتيجية واقتصادية في إيران لا يعد عمل خاطئ، وكان ينبغي أن يجعلها تدفع ثمنا باهظا. أما عن اختيار التوقيت، توقيت تنفيذ الهجمة أو الضربة واختيار الأهداف، نجد أن جاءت الضربة في إطار الاستجابة الإسرائيلية للمطالب الأمريكية لتكون قبيل تنفيذ الانتخابات الأمريكية والمقرر لها يوم 5 نوفمبر القادم حتى لا تؤثر على سير هذه الانتخابات. نعم. أما عن الأهداف العسكرية التي تم استهدافها، نعم، وده أيضا تأتي في إطار التنسيق مع واشنطن، وهي عدم استهداف أهداف مدنية إلى إضافة إلى عدم استهداف أهداف نفطية أو نووية لعدم إحداث أزمة عالمية وتوسيع دائرة الصراع. توقعاتك حول الرد الإيراني، هل ستدخل المنطقة في هوية الرد والرد المضاد خلال الأيام المقبلة، أم ستنجح الجهود العربية والدولية في خفض التصعيد؟ أنا هنا فندم عايز أأكد لحضرتك أن في إطار ما حدث اليوم والتحليل بأن هذه الضربة تعتبر ضربة محدودة، وما أعلنت عنه إيران بأن تأثير هذه الضربة يعد تأثير محدود وغير مؤثر بالنسبة لإيران، فأنا برغم التحذيرات اللي إيران أو
التصريحات اللي أعلنتها إيران إنها تمتلك حق الرد. إذا كان التأثير محدود فلماذا فعلتها إسرائيل؟ فعلتها إسرائيل للرد على الهجمات الصاروخية، وفي نفس الوقت عشان تحتوي الرأي العام الداخلي في إسرائيل، وفي نفس الوقت إن هي عايزة تستعيد قدرة الردع الاستراتيجية بأن ما حدش يستهدف أهداف داخل إسرائيل. ومن هنا عايز أقول لحضرتك إن بعد إعلان إيران بأن محدودية وتأثير هذه الضربات الإسرائيلية أو الضربة الإسرائيلية، أنا يعني نتوقع أن لا يكون هناك رد فعل قوي من إيران خلال الفترة القادمة. على وعلى ذلك من المنتظر وخلال الفترة القليلة القادمة ولحين إجراء الانتخابات أن يكون هناك تحسب دقيق سواء على الجبهة اللبنانية أو على الجبهة أو في اتجاه قطاع غزة، أن تكون هناك ضربات يقلل من حجم الضربات العسكرية في الاتجاهات سواء في قطاع غزة أو في الجبهة اللبنانية، وده في إطار التنسيق والتكامل مع الجانب الأمريكي. إذن أنت لا تتوقع تصعيد من قبل إيران باتجاه إسرائيل. تحذر أيضا الدولة المصرية مرارا وتكرارا من مخاطر التصعيد في المنطقة، وأصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم بيانا عبرت خلاله عن موقف مصر الداعي لسرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد والأساس الذي سيؤدي إلى إقرار التهدئة المطلوبة في ظل الظرف الحرج بالإقليم. لو تحدثنا أيضا ماذا عن الموقف المصري مما يحدث في المنطقة؟ الموقف المصري منذ بداية الأحداث وهو موقف واضح وصريح، وهذا الموقف هو ما وصل إليه الآن، أن منذ بداية الأحداث من 7 أكتوبر حذرت القيادة المصرية من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وأن هذا سيؤدي إلى استمرار تصاعد الحالة من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة. إلى جانب ذلك وحالة وبعد إقدام إسرائيل على توسيع دائرة الصراع على الجبهة الشمالية لها وانتهاج سيادة لبنان، حذرت أيضا الدولة المصرية والخارجية المصرية من تداعيات انتهاك إسرائيل لسيادة الدول، وأن هذا سيؤدي أيضا إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. كما حذرت مصر وتحذر اليوم وتؤكد على تحذيراتها أن ما تقوم به إسرائيل من عمليات استفزاز على الجبهات المختلفة سواء حماس أو الجبهة اللبنانية أو إيران أو حتى الحوثيين، أن هذا سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وسيؤثر على ليس إسرائيل فقط ولكن سيؤثر على دول المنطقة بالكامل. كما تدعو مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهذا هو العامل الرئيسي لمحاولة احتواء الوضع وتهدئته للتوصل لتفاهمات سواء بشأن الأسرى أو تفاهمات على الجبهة اللبنانية، حتى لا يتم توسيع دائرة الصراع في لبنان، أو تفاهمات أيضا على الجبهة الإيرانية بين إسرائيل وإيران. نعم، هل تعتقد أن الضربات أو الضربة الإسرائيلية جاءت لتحييد قدرات الدفاع الجوي الإيراني بعدما تردد عن وصول مساعدات روسية وصينية لطهران؟ هو أنا لا أستبعد يا فندم طبعا أن إسرائيل ومع تخطيطها للعمليات العملية العسكرية في طهران بهذا الشكل، أن يكون التأخير في تنفيذ هذه الضربة بشأن التنسيق المستمر مع واشنطن لتنسيق معلوماتي وتنسيق استخباري لتحييد منظومات الدفاع الجوي حتى يتم تنفيذ الضربة بالشكل اللي تم التنسيق عليه، وهو أهداف عسكرية وفقط، ولا يتم استهداف أهداف لا نفطية ولا أهداف نووية، لأن المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لديها قناعة بأن توسيع دائرة الصراع الإقليمي في المنطقة سيؤدي إلى تداعيات كبيرة وخطيرة ليس على المنطقة فقط، لكن على القوى الدولية ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية. خلال اليومين الماضيين زاد الحديث حول عودة مسار التفاوض على وقف إطلاق النار في المنطقة، وفجر اليوم بغتت إسرائيل بالهجمات على إيران. هل يعني ذلك أن إسرائيل تنسف كل سبل التهدئة ولن تستجيب للحلول السياسية مطلقا؟ نعلم جميعا
مما يحدث من إسرائيل وعلى مدار أكثر من عام أن إسرائيل متعنتة فيما يتعلق بمسار وقف إطلاق النار ومسار عودة التفاوض لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، لأن إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتحكم في أمور أو يتحكم في القرارات النهائية في إسرائيل لا يبغى إلا هدف واحد، وهو تحقيق هدف استراتيجي ناجح قوي يعزز من وضعيته كرئيس الوزراء إسرائيل ويبعد عنه طائلة أنه هو يندرج إلى التحقيقات نتيجة الإخفاقات التي حدثت. ولكن ورغم ذلك هناك جهود حثيثة من الإدارة أو من الدولة المصرية في محاولة تقريب والتوصل إلى تفاهمات مع الجانبين سواء الجانب الإسرائيلي أو حركة حماس لمحاولة التوافق والتفاوض. نعم. وبالأمس القريب كانت مصر بتستضيف بعض عناصر من حركة حماس للتفاوض في هذا الشأن، التفاوض فيما يتعلق بمحاولة وقف فوري لإطلاق النار وليس وقف مؤقت، ولكن يجب أن يكون وقف شامل، علاوة على ذلك محاولة التفاهمات بشأن التفاوض بشأن الأسرى. نعم. لكن أنا أرى أن في ظل التعنت الإسرائيلي لا ينتظر أن يكون هناك تجاوب إسرائيلي تجاه هذا المطلب الحيوي والهام الذي تدعو به مصر وبعض الدول الأوروبية زي فرنسا، إلا أن يتم هذا الكلام بعد انتهاء الانتخابات. نعم. الأمريكية. ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية أمريكية، هل نتوقع رد فعل أمريكي سريعا سيادة اللواء إذا سمحت نظرا لضيق الوقت؟ طبعا رد الفعل الأمريكي الحالي هو حاليا ان هو بيساند ويدعم إسرائيل بشكل مطلق، وبيؤكد على انه كان على علم بما يحدث سواء الضربة العسكرية التي تم تنفيذها، ويؤكد على انه توصيل رسائل الى إيران بعدم الرد خلال الفترة. في حرص أمريكي يا فندم خلال الفترة الحالية بمحاولة تهدئة الأوضاع في المنطقة في حين إجراء الانتخابات وتولي إدارة أمريكية جديدة. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل والتوضيحات المهمة.